السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. خوتي وحبابي، شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل للقناة. إخواني أخواتي، ما تنسونيش من اللايكات البارتاج دوبلو التعليق، وندخلوا في صلب الموضوع. وماكين عالم سكي وعالم شحر إخواني أخواتي، فكلكم شفتوا الخرجة الأخيرة ديال حلو في الغيس الزرق لها مزغب سنان الفم ديال الميكا وهاتيلك على المطر كيسب فينا بطيطاي، ما خلى فينا ولاد الحرام. ايوا سير الله يقرد لك اللسان ما بين السنان، يا الوجه المظلم يا الوجه الكحل، اضربتيها بواحد مولاتي السكرة وتفكرتي الملكة ديالك اللي من فصيلة الملوك. اما الملوك وبزاف عليكم، هالتريكة الناقصة هم عدا ربي وكحل لك الوجه. اجبتينا اجبتينا وجبتي خلاضر جدبوك. والله الا الا قال لك كيسب فينا من وسط بلادنا، هدوية الميكروب، هدوية مزغب السنان، هدوية الطيحية النازل. قالك دوك اليوتيوبرز الفاشلين، والفاشله هي اللي امك اللي ولداتك وما عرفاتش تربيك ولاحتك علينا، لاحتك علينا وسيباتك علينا، وحتى من المغنيه ديالك الملكه ديالك وحتى هي ما بقاتش حاملاك. جمله مفيده ما قلتيهاش، جمله مفيده ما قلتيهاش في اللايف ديالك. ادويه المقلوب، ايوا خرجت لينا الملكه ديالك كتنص عليك، جمله مفيده وما قلتيهاش وكتكركر عليك. ويلي وليتي الشفايه وليتي مبهدل. ورا بزاف اخوتي على المراهقه، بزاف بزاف على التبهديل، وبزاف على قلة الرجلة وقلة الكرامة وقلة النفس. تجمع لنا شطيطك، اجمع لنا شطيطك وجمع لنا شراوطك وبرع علينا، يلا برع علينا. انتوما مالكم انسة برقية، مالكم انسة برقية تلفت لكم الجرية. وقت هي بقات عليكم هاك هادي زيد غهادي، هاتا تفروحتو وتقول واحد فيكم يحمر الوجه، او تقول واحد فيكم يحمر الوجه. اخواني اخواتي، الواحد مكمل على الاخر. حلو في الغيس طالع كيفرش وكيفضح، اصافي السقع وصلات للعظم، اخرج طول عرض في قبيقبو. يا اخوتي خرج لينا طول عرض في قبيقبو وفي ولد مولاهم. السقع غا شافو كيتلوط ليه بمريتو وتيتصور معاها. وعباد الله كلشي كيقول لهم تواتيتو مع بعضياتكم وتلاومتو وتوالمتو. شداتو حلو في الغيس الجهله وشداتو ناناه وخرج بلا هوا، والسيد خرج بلا ما يعقل، حتى جمله مفيده ما قالها. وكل شيء كتبه بورقة وستيلو، الورقة وستيلو كل شيء على الستيلو. وحلو في الغيس كل شيء على الستيلو. تعشتي الملكة ديالك اتلوط بها ولد مولاهم. وخرج لنا اخواني اخواتي، بقى عليهم هادي تنفع هادي الضر على قبيقبو وولد مولاهم. اخواني اخواتي، بالنسبة للناس اللي ما فهموش على من تيدوي، هي على حلو في الغيس وطلعتي عميقة، طلعتي عميق عميق في الحجايات، ودرتي العباد الله في حال ديك اللي كتبقى تعاود لوليداتها القصص والحجايات قبل ما يرقدوا. هاموا الدجاجة، هالحاكم، هالنصب والاحتيال، هادشي كل اخوتي على من تيم علي. نتوما راه عندكم صحاب لكم هذاك راه عداوي خاوي. با يا با على داوي خاوي، راه حنا اللي داوين خاويين. هذاك راه ما داوي خاوي ما تلعبه، هذاك عارف راسو اش تيقول، راه ما مقرقب ما سكران، ما دايخ واعي وعارف راسو اشنو تيخرج مع فمو. كيدوي على ولد مولاهم، واصله تنقنيقه على انه ولد مولاهم كيدير داكشي ديال طان الصابت. كيدير داكشي ديال طان الصابت، داكشي علاش عاود لكم القصه ديال مول الدجاجه.
نحكاو الواد جا عندو القاضي وقال لي عطيني الدجاجه. لا الدجاجه ماشي ديالي، راه ديال واحد السيد خلاها عندي. قال لي غتعطيني الدجاجه ومني نجي عندك قولي راه طارت ومنين غادي يمشي يشكي بك القضيه غتجي عندي انا وغنتقاد انا وياك وما غتمشي لا الحبس لا والو. هي العاليه ها طلعتي عميقه طلعتي عميق يا ولد المضره. هذاك الشيء علاش اخوتي كيهزوا بوض الحرام ويحطوا بوض الحرام يهزوا بوض الحرام ويحطوا بوض الحرام. اما اللي كيقول لي الله ينعل دين امك ويلي استغفر الله العلي العظيم ويلي على حلو في الغيس ولا يسب ولا يعاير. بعد الحاجه اللي دارت هذيك بنت رقيه هي علمتك الدارجه وليتي تدرج وليتي تدرج وليتي تتعاطى مع ولاد البلاد. قال ديك صديو النح ديال قبيقبو هذاك اللي كيقول طير طير ولا نطير هذاك اللي خف من رزقه. قال لي الله ينعل دين امك. عكنت تفكر خوتي هاد الكلمه هادي كتجيني الضحكه. ويلي على الميكروب ويلي على المبهدل ويلي على الرجله تاع اخر الزمان. انا عند بالي وكنعرف الرجاله ديال الشرق عندهم النفس وعندهم الكرامه وعزه النفس. ويلي على التبهدل اللي حطيتيه في راسك وقال لك انا والله لا فرطت فيها والله لا فرطت في الملكة ديالي اللي من فصيلة الملوك. يا والله لا فرطت فيها واخا تعيا ما طير يا قبيقبو راه ما غاديش نسمح فيها وما غاديش تدخل بيناتنا. الله ينعل دين امك قبيقبو. اخواني اخواتي والله العلي العظيم الا هاد حلو في الغيس الزرق قالها الا راه نمره نمره. اخواني اخواتي واش من نمره ها بقات عليه رقيه مولات السيوفه رقيه مولات الشواقر مولات الجناوه. لغج 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 حتى تفروح السيد حتى تفروح. راني كنت قلتها لكم راه غيبقى تابع التمثيل راه ممثل بارع وكنقولها هو بصوت عالي وراه وصلات واه راه وصلات. وقال لك ديك اليوتيوبرز اللي تيقولوا لي انا راني كنمثل وراني ممثل بارع وانا ما تنمثل ما والو. دوك اليوتيوبرز الفاشلين وفاشلين وفرعنا امك فاشلين وقفنا لك في الكرازي وفي حلاقمك فحلاقمك وقفنا لك لاننا تنعطيوكم وتنواطيوكم بالدليل وكنمحيو المغالطات اللي كتمرروهم للراي العام. هادشي باش حنا فاشلين عخلينا فاشلين وحنا غنبقاو نسولو على النقد والابرام ديال المغنيه وحنا بغينا نبقاو فاشلين صافي. يلا وكحل عويناتك كحل عويناتك وسد علينا درقومك. راني كنقولها لك وكنعاودها لك هاد التمثيليه البايخه ديالكم هاد الفيلم الهوليودي البوليودي والتخطيطات الكلبونيه والكولومبيه اللي دايرين راه والله يا زبر مك الا في الاخر غتولي لك حقيقه وديك الساعه نشوفوك في الجزء الثاني ديال البرتقاله المره وديك الساعه تعيق وتفيق. وسير وليدي جمع الوقفه سير جمع الوقفه راه ولد مولاهم كيتلوط لك بها وما عليكش ما عليكش. عقتي بهم البانديه عقتي بهم يا سنان ديال الميكا يا ابو البزازل اخرتنا عن تفرجوا فكا عيط ديالك ولد مولاهم يكوفش لك عليها لانه شي مطلع شي وشي باغي يلصق في شي هو باغي يلصق فيها لانه كياكل على ظهرها ميمي وهي لاصقه فيه لانه كيدبر لها على القصير. تا ولات خرت ايامها ولات تغني في الكاباريات ويلي على الشوهة وعلى الفضيحه من الغنى مع الملوك حتى الغنى في الكاباري ويلي على الفضيحه وعلى الشوهة وعلى النيفو اللي طيحتي هي بنت رقيه. هالنيفو اللي طيحتي هالنيفو اللي وليتي تغني فيه حتى ولاو الخوال جاي يجيو يشطحوا عند فمك ولاو الخوال جاي يجيو يشطحوا عند فمك باش يفرقوا عليك ال 400 وات وال 4000 ويلي 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 طاح البق طاح البق عليك تبهديل بقواعد. واخواني اخواتي يا الغنى مع مالي وكي كان
كي كان الغنى مع مواليه، الغنى بقواعده، الغنى بقواعده اخواني اخواتي. واش عمركم شفتوا الفنانه نعيمه سميح كتغني في الكباري؟ حياه الادريسي كتغني في الكباري؟ ايوا طاح الدل، طاح الدل وطاح البق والتبهدل بقواعده اخواني اخواتي. لنا الخبر ولكم التعليق، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، البارطاج، طوبلوا لي التعاليق. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم راحه، دوزوا بخير والسلام عليكم.